شفت هيثم مثلا الجبوري اللي طبق قاعدة 1320 و1450، حكوا ويا القضاء قال لهم أنا بذاك الوقت أخذتها بهذا الرقم، بس راح أستردها برقم ثاني، شال بيها شيء من هاي التمام لأن المبلغ كبير. سؤال عفوا أنا ما فهمت ما فهمت قاعدة الكذا وقاعدة شنو هاي؟ على سعر الدولار؟ الدولار بين 1320 وبين 1450 مثل ما تفضل الأستاذ. زين هو شنو طبق؟ فقعد طبق قالهم أنا من 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 صارت الفلوس عندي كان سعر هذا 1320 تمام، فعلى 1320 مو تحسبوا لي على 1450، قصدك بنرجع الأموال. ومرر هاي المعادلة على حتى القضاء، مررها حتى على القضاء وجاب جزء من المبلغ اللي عنده وترك المبلغ الكبير اللي موجود. وصبيده يطلع ويا زهير في دبي في تركيا في بعض الأماكن. احنا بلد مسلوب، مسلوب الإرادة، مسلوب الأموال، مسلوب الشفافية، مسلوب المصداقية، وبالتالي لا يعول على أي تصريح لأي مسؤول في هذه الدولة.